في أول أخبار وزارة الداخلية، عبرت القيادة الشرطية بوزارة الداخلية عن بالغ اعتزازها بشهداء الوطن، وقالوا إن يوم الشهيد في 30 من نوفمبر سيبقى تاريخا راسخا في ذاكرة أبناء الوطن، مؤكدين أن تضحيات الشهداء وبطولاتهم وأسمائهم ستبقى أوسمة فخر واعتزاز على صدور أبناء الإمارات جميعا الذين يقفون عرفانا وإجلالا لشهدائنا الأبرار الذين ارتقوا إلى الرفيق الأعلى دفاعا عن الحق والعدل واستجابة لنداء الوطن. ودعوا الله تعالى أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، وأن يدخلهم مدخل صدق، وأن ينعموا بجنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. حيث قال الفريق سيف عبد الله شعفار وكيل وزارة الداخلية إن يوم الثلاثاء أو إن يوم 30 من نوفمبر من كل عام سيكون تاريخا له وقع كبير في ذاكرة أبناء الإمارات، مستذكرين شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم وإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق. وفي نفس السياق قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن احتفالات الدولة هذه الأيام بيوم الشهيد تأتي تعبيرا عن مدى صدق القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أن تظهر للعالم معاني الوطنية الحقيقية، وكيف يقدم وطن أغلى ما عنده من تضحيات من أجل العزة والكرامة، وتخصص يوم لشهدائنا الأبطال تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم. كما وقال اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبو ظبي إن تخصيص يوم للشهيد هو تكريم اعتدناه من قيادتنا العليا حفظها الله لأبناء الوطن في مجالات التنمية والبناء، ولكل من أسهم بجهده في بناء وطننا لترتقي معاني التكريم لأسمى وأروع التضحيات لمن بذلوا حياتهم دفاعا وذودا عن الوطن وقيام الحق. وبهذه المناسبة قال اللواء الدكتور ناصر الخريبان النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أننا في هذا اليوم نستذكر كوكبة من شهداء العزة والكرامة، ونقف إجلالا واحتراما لأرواحهم الطاهرة، فهم الذين قدموا حياتهم ثمنا لحماية تراب الإمارات التي تربوا على أرضها، مؤكدا أن جنود الإمارات البواسل ضربوا أروع الأمثلة في التضحية بدمائهم وأرواحهم لتبقى الإمارات وطن العزة والكرامة. سعادة اللواء خميس مطلم زينة القائد العام لشرطة دبي قال إن 30 من نوفمبر من كل عام سيبقى يوما خالدا في ذاكرة دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بمن وهبوا أرواحهم فداء للوطن والأمة العربية وإحقاقا للحق، سيبقون في ذاكرة أبنائها وعلامة بارزة من علامات تاريخ دولتنا الحبيبة التي تأسست على أسس راسخة من الوحدة الحقيقية والقوة والتلاحم والتعاضد والتكاتف، وافتخارا بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات التي تحلو بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب. كما بحث وفد من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان برئاسة العقيد عبد الله السيف المطروشي مدير الإدارة مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة مختلف أوجه التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة، وكان في استقبال الوفد العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات بالإنابة وعددا من رؤساء الأقسام، وأشار العاجل خلال الاجتماع إلى أن النتائج التي تحققت من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين في رصد الكثير من الجرائم التي وقعت خلال السنوات الماضية ما كان له أثر كبير في الحد من العديد من الجرائم والظواهر الأمنية السلبية. وفي أخبارنا أيضا أفاد مصدر في شرطة القيادة العامة لشرطة الشارقة بإصابة رجل الشرطة في حادث مروري على طريق مطار الشارقة الذيد، حيث أوضح المصدر أن الشرطي كان قد أوقف سيارته على جانب الطريق لمساعدة سائق تعطلت مركبته، وبعد نزول الشرطي من سيارته صدمته سيارة مسرعة وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين تولت الشرطة التحقيق في الحادث. وفي آخر أخبارنا تفقد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة موقع الاحتفالات باليوم الوطني 44 على كورنيش القواسم، حيث وقف سعادته على الجاهزية الأمنية لتأمين فعاليات وأنشطة الاحتفاليات، موجها جميع الضباط وأفراد الشرطة بتقديم كافة التسهيلات للجمهور الذي سيتواجد على الكورنيش خلال الاحتفالات، داعيا الجميع إلى الاحتفال باليوم الوطني في جو من الفرحة والسعادة بعيدا عن كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه المناسبة الوطنية الكبيرة. من جانب آخر استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كافة استعداداتها لاستقبالها للاحتفالات. مشاهدينا كانت هذه أخبار وزارة الداخلية، فاصل ونعود بعد قليل، انتظرونا.